انا مش فاهم المطالب بالظبط، انما الحوار مفيد. استاذ هشام قاسم خليك معايا. خالد بشكرك طبعا، خالد المصري مدير المكتب الاعلامي لستة ابريل. تعقيب منك استاذ هشام، الناس بتقول فين الحريه وفين وايه العسكره وما الى ذلك، رد حضرتك ايه؟ يعني هو طبعا مبدئيا فيما يخص عسكره الدوله وكده، انا من جيل اقدم شويه بيحب الارقام والحقائق، فايه يعني انا ما فيش اي حاجة تقدمت من الأستاذ فيما يخص موضوع بعين. بالإضافة لكده احنا لازم نبقى فاهمين الحالة اللي وصلت لها الدولة. يعني بالفترة اللي فاتت اتشنحت حملة على الجيش على انه أمم الطريق الصحراوي مصر اسكندرية والتذاكر اللي بتتباع دلوقتي على الطريق وصور العساكر. اسأل الناس اللي بتستخدم الطريق ده، الطريق كان وصل لحالة انهيار تام، وكان فيه ما فيش تحصيل عليه، كله بيدفع اكراميات للي قاعدين على البوابات، فانهارت الايرادات، ودي حاجة ايه تراجعها بالارقام. فالجيش دخل تولى المسألة، وبالايرادات اللي هو بيحصلها فعلا بدأوا يعملوا شغل. اسأل الناس في اسكندرية على المنطقة اللي هي ما بين الملاحات لحد بداية الطريق، الشغل اللي بيتعمل فيها دلوقتي. ومع ذلك برضو حالة يسقط حكم العسكر والتجني والتعامل مع الجيش المصري كما لو كنا بنراه من خلال رواية لماركيز والجيوش بتاعت أمريكا اللاتينية اللي أذاقت شعوبها الأمرين. لا يعني لازم برضو ايه طيب موضوع متهيألي محتاج حوار يا استاذ هشام. انا انتظر حضرتك قريبا في مصر الجديده. شكرا للكاتب والناشر المعروف هشام قاسم.